بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بفيديو رقم 3 of section 3 cause of framework internal control for data governance. نطاق هيئة رقابة المنظمات حكومية وشركات ومؤسسات وجمعيات خيرية. هيئة رقابة، هيئة رعاية، هيئة متابعة، سميها ما شئت، أنها تختص في تفصيل internal control لهذه المنظمات، سواء كانت قطاع خاص أو قطاعات حكومية أو قطاعات خيرية، وعلى تلك الشركات أن تلتزم بها. وقصتها معروفة، مرت علينا بفيديو 1 و2 من هذا السكشن. السؤال الأول، طبعا عنوان اليونت 15 Information Systems and Data Governance، اللي هو أنظمة المعلومات وحوكمة البيانات. Internal Control is a process designed. السؤال 21، نظام الرقابة الداخلية هو عبارة عن عملية صممت to provide reasonable assurance، لتقدم تأكيد معقول، وهذا صحيح، regarding the achievement of objectives related to، من أجل تحقيق أهداف لها علاقة بالreporting، بالoperations، بالcompliance. All of the above or all of the answers are correct. طبعا أنا يعني إحنا عارفين هالسؤال الجواب كيف، إنه وإنما بجيب لكم هذا، هو هاي الobjectives تبعت الكوزو، هذا الinternal control تبعها في objectives 3: operations, reporting and compliance، وفي components، وفي عندنا units level تبعت الكوزو. اوكي، اذا بده الثلاثه، اذا الثلاث موجودات في دي، ثلاثه موجودين في دي. اذا الاوبجكتيفز تاتي من خلال ريبورتنج اوبريشنز اند كومبلينس، اذا دي هو الجواب الصحيح، هاي دي. ذا كوزو موديل فور انترنال كنترول استابليشز كنترول اوبجكتيفز فور اوبريشنز ريبورتنج اند كومبلينس، وانتهى، هذا الجواب. طبعا A غلط لانه واحده منهم، B غلط واحده منهم، C غلط بعد ثنتين، وهي بعد ثنتين، وهي بعد ثنتين، اذا الجواب عندنا دي. سؤال بعدي 22، An internal auditor is evaluating the internal control system in a place for an organization cash receipt cycle. المدقق الداخلي عم بيعمل تقييم لنظام الرقابه الداخليه اللي هو مطبق، in a place يعني اللي شغال، موضوع في التطبيق يعني شغال بالشركة. For organization cash receipt cycle يعني عملية دورة قبض النقود وتحصيل المبالغ النقدية. According to the existing control in place، حسب نظام الرقابة الداخلية الشغال اللي هو in place، the credit manager مدير الائتمان is responsible for authorizing، مسؤول عن إعطاء صلاحيات the right of any debt، يعني يشطب أي دين عن الكاستمر، that is deemed to be uncollectible، والذي يعتبر غير قابل للتحصيل، يمكن صدرت قرار، صدر قرار من المحكمة، يمكن في اتفاق معين إلى آخره، معلومة معينة. However the auditor notices، المدقق اللي بفحص عم لاحظ فعل مضارع، that two of the credit manager assistant، اثنين من مساعدي المدير الائتمان have been authorizing the right of، عندهم عم بيشتغلوا بيعملوا صلاحيات انهم يشطبوا الدين of bad debt، اللي هو الديون الغير جيده، without the credit manager knowledge، بدون ما يعرف المدير تبع الائتمان. اذا هون في مشكله. upon further investigation، بعدما بحث الانترنال اوديتر وحقق، the auditor discovers، اكتشف الأوديتر، that the assistants have been authorizing the right of bad debt، كانوا يعملوا الأسيستنس اثنين هذول المساعدين تابعين لكريدت مانجر، كانوا بيعطوا عملية شطب ديون، right of شطب of bad debt، الديون اللي هي السيئة اللي مش ممكن تتحصل، any manner، بطريقة that benefits them personally، بطريقة تفيدهم شخصيا، يمكن بياخذوا مبلغ من المدين وبيقولوا له يلا بنشطب لك الدين.
The inherent limitation of internal control best illustrated by this scenario is إذن الليميتيشن هنا شو يعني inherent limitation؟ يعني هو في internal control بس في limitation، يعني بتقدرش انت ولا تقول بدي ثلاث واقع، بس الثلاث واقع يمكن يتفقوا ايش يعمل لك الانترنال كنترول اكثر من هيك. اذا الثلاث واقع هنا في توقيعين او هنا في مسؤولين اثنين، اذا شو عملوا؟ عملوا كولوجن. اذا هذول دائما التواقع اثنين او ثلاثه او اربعه ان شاء الله خمسه ممكن يجتمعوا على الشر على شر معين ويعملوا كولوجن، يعني تآمر يعني اتفاق. اذا the inherent limitation of internal control best illustrated by this scenario is collusion. collusion تآمر مش human error، لو متفقين كيف human error، ومش management override لم يتجاوزوا، يعني هم صحيح انه بدون ما يخبروا المدير. اوكي external events، خلينا نشوف الجواب. Collusion is when two or more individuals واحد أو اثنين conspire يتآمر for commit or to commit يقترف an act عملا that violates الذي violates يعني شو يعني؟ يعني بيعمل فوضى set of standard يعطل مجموعة معايير standards معايير المعايير إنك تعمل توقيعين. Usually for the personal benefit من أجل مصالحهم الشخصية of the perpetrators الذين اقترفوا ذلك. Perpetrator معناته الذي يقترف الخطأ. اقترفوا جمع هنا اثنين اقترفوا الخطأ اتفقوا وتآمروا. In this scenario بهذه الحالة two assistants violated اثنين هذول المساعدين للكريدت مانجر لمدير الائتمان عطلوا violated ألغوا عطلوا the existing set of controls الرقابة القاعدة الرقابة الموجودة existing الموجودة by authorizing debt write-off by من خلال انهم يعطوا صلاحيات، يعني خلص يلا مع السلامة ما عليك ايش فلوس اعطينا بس شوي write-off for their own personal benefit مشان يحققوا مصالح شخصية. Therefore the limitation best illustrated by the scenario is collusion. اذا هذا limitation is collusion، يعني ان شاء الله تحط 20 واحد يراقبوا، هذا رقابه رائعه internal control رائع، لكن فما بالك اذا اكتشفوا اجتمعوا العشرين واتفقوا على مؤامره معينه ايش نعمل؟ اذا هذا في internal control ممتاز و very effective لكن عليه limitation، يعني ما في قيود، يعني مرات ما بزبطش. اوكي هذه قضيه الليميتيشن. طيب اذا الجواب عندنا بي زي ما اتفقنا اللي هي الكولوجن. خلينا نشوف اي اي طبعا هون بقول هيومن ايرور، يا اخي ما في هيومن ايرور. هيومن ايرور such as mathematical error types اخطاء مطبعيه كتابه is a limitation for internal control. ما في ما في هيومن ايرور. هيومن ايرور is not described in the scenario، ما في خطا. طيب سي management override، بالله سي في management override. management override is an individual use of managerial authority to overrule existing control، يعني استخدم صلاحياته، يعني هو المسؤول عن تكسير القانون. اوكي in this scenario the only manager described is the credit manager. The credit manager is unaware of. هو ما يدري. هو الذي الكريدت مانجر هو الذي يستطيع تكسير القانون. And non-participant in ما شارك في تكسير القانون. The violation thus management override is not illustrated مش موجودة. وطبعا هنا في عندنا حالة external events ما في external events. External events such as new laws, natural disaster, technology, innovation ما لها معنى بالموضوع تبعنا. إذا الجواب عندنا B collusion. 23 which one of the following consideration is least likely to affect how an organization implements a system of internal control. Least likely التي هي أقل ما تؤثر بأنه الشركة تنجز وتفعل نظام الرقابة الداخلية.
the ratio of full-time employees to part-time employees. يعني عندنا التايم شباب بيشتغلوا 8 ساعات موظفين رسمي وفي ناس بيجوا part-time. هاي شو علاقتها؟ ما لها علاقة. The size of the organization هذه بتأثر بالسايز صغير ولا كبير. إذا صغير بيصير عندنا إيش؟ بيهمش الـ segregation of duties، في عندنا تكلفة وناخذها بالاعتبار في compensating control وهكذا. بدك تروح على شابتر 13. إذا هذا least، هذا يؤثر، هذا يؤثر، هذا يؤثر، هذا لا يؤثر. least likely to affect how an organization implement a system of internal control. هذا لا يؤثر أو أقله هو تأثيرا. إنه جاي واحد من برا بيشتغل بالقطعة بالساعة، وواحد بيشتغل مقابل انه بيشتغل عندنا الموظف الرسمي فول تايم مقابل ايش؟ بارت تايم. اذا A اللي هي مناسبه least likely، B likely، C likely technological innovation، ودي the use of outsourced service provider. تجيب واحد من برا يشتغل لك، ها واحد من برا يشتغل لك، يجي internal auditor من برا، يجي رئيس حسابات من برا، يجي محاسب من برا، يجي واحد يفحص من برا. اوكي خلينا نشوف الجواب. طبعا عندنا ايه، the ratio of full time employees to part time employees will not affect the organization goals of the entity nor it is likely to change how procedures and processes are performed throughout the business. ما بيأثروش ولا بيتدخلوا في طريقة كيف يتم الرقابة، انجاز الرقابة الداخلية. As a result, the ratio is not likely to affect the implementation of a system of internal control. نسبة الفول تايم للبارت تايم اللي من برا، هاي ما بتأثرش. أو أقل تأثيرا. B، شوفوا B. Size of organization، هاي بتأثر. An organization size may affect how it implements internal control، حجم الشركة. For example, larger organizations tend to have more resources than smaller organizations. الشركة الكبيرة عندها مدراء وعندها فلوس وبتحط واحد مدير مالي، واحد مدير شؤون موظفين، واحد مدير مشتريات، واحد مدير مخازن، واحد مدير مبيعات، واحد receiving report، مدير استقبال واستلام بضاعة وكذا. يعني كل واحد قايم بعمله، في فلوس في رواتب. Than smaller organization. Consequently, a smaller organization may have to outsource all or part of their internal audit function. لذلك شركة صغيرة ما عندها قدرة توظف ناس تعطي رواتب شهرية، بتجيب ناس بيشتغلوا من برا. Okay? Outsource من برا. Outsource. Internal audit function ليقوم بعملية التدقيق الداخلية or incur higher cost. أو إذا بدهاش بدها تجيب موظفين بصير تكاليف عالية. تكاليف الرواتب انكر هاير كوست ريليتيف تو لارجر اورجنايزيشن مقارنه مع الشركه الضخمه اللي عندها ايرادات وبتقدر تغطي المصاريف تبعتها. اور انكر هاير كوست ريليتيف تو لارجر اورجنايزيشن ديو تو ذا ليك اوف ايكونومي اوف سكيل. الايكونومي اوف سكيل موجوده بالشركه الضخمه وتستطيع انها تقول والله عندي شغل ممتاز وعندي سيجريجيشن ديوتيز ولازم اطبق القوانين ولازم احط نظام رقابه داخليه. الشركه صغيره ما تقدر. اذا هذا يؤثر مش ليست. بي مش ليست. اذا مش الجواب الصح، هذا الجواب الصح. اذا نروح على سي، تكنولوجي انوفيشن. تكنولوجي انوفيشن كرييتس ا نيو اوبورتونيتي. لما تصير عندك تقدم تكنولوجي في فرص، اند في فرص اوبورتونيتيز للشركه للانتشار للشغل الافضل، وفي ريسك ما دام في تكنولوجيا، في عندك هاكينج وفي عندك فيروسات وفي عندك كذا شغلات معينه. اذا اند ريسكس فور ان اورجنايزيشن، اذا في مخاطر. تو انشور ذات ذا انتيتي هاز ريزونبل تشانس اوف اتشيفينج اتس اورجنايزيشن جولز ذا انتيتي ماست ادابت اتس سيستم اوف انترنال كنترولز اكوردنجلي to keep up with the new opportunity and risk. إذا حتى نتأكد من ذلك، الـ entity has reasonable chance of achieving its organization goal. لأنه في تكنولوجيا. The entity must adapt its system of internal control according to keep up with the new opportunities and risk. يعني هلا في تكنولوجيا، إذا بدنا نستغل هذه التكنولوجيا، في فرص
نزيد مبيعاتنا، نزيد أنشطتنا، نزيد تشغيلنا، نزيد الإفشنسي تبعنا، بس برضو في مخاطر نتيجة دخول تلك اللي هي التكنولوجيا أو الانوفيشن، تكنولوجي انوفيشن. اوكي، اذا هذه تؤثر وليست ولا تنطبق عليها ليست سي. نشوف دي ذا يوز اوف اوت سورس سيرفيس، نعم حتاثر من برا جايينا، وبالتالي يمكن خلينا نشوف ذا يوز اوف اوت سورس سيرفيس بروفايدرز دو نوت داز نوت ريليف ذا اورجنايزيشن اوف ات ريسبونسبل. يعني جو واحد دقق لك وكذا، انت خلاص مش مسؤول لانه هو المسؤوليه عليه، ما هو مش موظف عندك. إذا ما بتعمل لك ريليف من مسؤولياتك على أنه عندك نظام رقابة داخلي قوي for internal control. However, because certain procedures and processes are no longer conducted in-house، بعض الأمور، بعض الإجراءات، بعض الشغل مش راح ينجز عندنا بالداخل، the system of internal control is modified accordingly، وبالتالي لابد من تعديل هذا السيستم اوف انترنال كنترول، بمعنى ان الانترنال كنترول راح يتاثر بهذه الاوت سورسنج، الخدمات اللي حتيجينا من برا. اوكي، اذا الجواب عندنا زي ما اتفقنا ايه، التي لا تؤثر او ليست. Which of the following is not component of internal control is not a component. Component هذول هم الكومبوننت. Control environment, risk assessment, control activities, information and communication monitoring. بدك تحفظها. Control risk, monitoring, هاي المونيتورينج. Information and communication هيها. Components. Control environment هيها. Control environment. إذا ظلت هاي مش موجودة هون. إذا إيه؟ بس. هذه إيه؟ The five components of internal control described in COSO, Internal Control Integrated Framework. هذول معروفات هيهم. هذا المكعب هذا. هذه هي إيه؟ اسمها الكوزو Internal Control Integrated Framework. اللي اوجدتها كوزو، عارفين كوزو شو اسمها؟ كوميتي وسبونسرنج اورجنايزيشن. ار كنترول انفايرمنت، ريسك اسسمنت، كنترول اكتيفيتيز، انفورميشن اند كوميونيكيشن اند مونيتورنج. ايو عم بعيد عدها، هذا هم واحد اثنتين ثلاثه اربعه خمسه، اذا هاي مش منها، بس هاي اي مش منها. طبعا هون حاطط لك في بي مونيتورنج منها، information منها، control منها، بس. اذا الجواب عندنا اي، هاي بدناش نعيد عليها، monitoring هاي المونيتورينج، information communication هاي، control environment هاي. اوكي، اذا الجواب عندنا اي، التي ليست من ال components of internal control تبعت الكوزا. which مظبوط انا ماشي. اوكي، Which of the following parties is responsible for defining expectation regarding integrity, ethical values and accountability of the organization? Senior management, operational management, internal audit function, board. هذه ما يقدر عليها غير البورد. هيها. Expectation. ماذا يتوقع؟ استراتيجيات، جلسات على مستوى. Integrity. Ethical values. أخلاقيات. and accountability من هو المسؤول. ما في غير البورد اوف دايركتورز بيقدر على العمل هذا. اذا الجواب عندنا دي، هذه دي. The board of directors is responsible for overseeing متابعة. The system of internal control it defines، طبعا overseeing من خلال مين؟ الـ audit committee، الـ external auditor والـ internal auditor. وكمان في الريسك كوميتي. It defines expectation about integrity. هو يضع التوقعات على الانتجريتي. الانتجريتي نزاهة العمل، النزاهة، نزاهة التقارير، نزاهة الكذا. الإيثيكال فاليوز، أخلاقيات الناس، المجتمع، الشركة مع الغير. Transparency، الشفافية. And accountability، المحاسبة. محاسب مش محاسب العادي، يعني من هو المسؤول عن تصرفاته. Through its authority to select سلطات select and determine the CEO، هو الذي يختار الـ CEO، هو الذي يفنش بفنش الـ CEO of the organization. إذا الجواب عندنا دي. طبعا هو بقول هون senior management، لا يا عم، senior management مستواها أقل من هيك.
Senior management has a primary responsibility for establishing proper ethical control. Primarily, عليه مسؤولية رئيسية and for designing and implementing and operating the effective internal control. ليحقق اللي بده اياه البورد اوف دايركتورز. It does not define the internal management هاي الـ senior management expectation. ما هي اللي بتحط الـ expectation البورد regarding integrity, ethical values and accountability. هاي مسؤوليات البورد، حطوها على جنب، سجلوها مشان تحفظوها. شوف عندنا يا عم الاوبريشنال، وين الدنيا وين هلا الاوبريشنال؟ تحت شغالين. اوبريشنال مانجمنت ديفلوب اند امبلمنت كنترول اند ريسك مانجمنت بروسيس، كل واحد بادارته، الانتاج بالانتاج والتشغيل بالتشغيل والمحاسب بالمحاسبه والمشتريات بالمشتريات، هذول الاوبريشنال بيشتغلوا يوميا. سي انترنال اوديت فانكشن، انترنال اوديت فانكشن auditors, internal auditors evaluate the adequacy or and effectiveness of internal control. حط CAO control in response in responding to risk in the entity oversight operation and information system. حسب اللي هي المخاطر التي تتعرض لها الشركة، حسب إيه؟ حسب شوفتها أو نظرته العمليات التشغيل، وكذلك نظام الرقابة، أو مش نظام الرقابة، نظام الانفورميشن سيستم، أنظمة المعلومات. إذا الجواب عندنا دي، بورد اوف دايركتورز. الجواب هو اللي بحط، دير بالك، expectation of integrity, ethical values and accountability. Which of the following accurately matches the role of responsibility with respect to a system of internal control? Which of the following accurately matches the role and responsibility? هذا الرول وهذا responsibility with respect to system of internal control. طيب. It oversees the system of internal control. هل هو senior management؟ لا. هذا board of directors. اللي بيعمل overseeing. senior manager بتحط design establish and implement and operating. اذا هذا غلط. B establishes a proper ethical culture. The board of directors establishes a proper، مش يعني هو ما بحط ال expectation، ما بحطش establishes. الاستابليشز لها علاقة بالمانجمنت بالسي او او، اذا هذه السينيور مانجمنت وليس بورد. هاي البي استابليشز بروبير ايثيكال كلتشر، اللي بحطها السي اي او بناء على الاكسبكتيشن تبعت مين؟ تبعت البورد. ديزاين امبلمنتس اند اوبريتس ان افكتيف سيستم اوف انترنال كنترول، مضبوط. هذه سي سينيور مانجمنت، هو اللي بيصمم، هو اللي بينجز، هو اللي بيفعل، هو اللي بيشغل. effective system internal control. رائع. سي الجواب سي. دي evaluate the adequacy and effectiveness of control. الايفالويشن بيجي من مين؟ من الانترنال اوديتر. اوبريشنال مانجر لا، انترنال اوديتر بيعمل ايفالويشن. اذا الجواب عندنا سي، هذه سي. senior management has overall responsibility of designing implementing، احفظوها، and operating an effective system of internal control. ما في حد راح يروح على الامتحان بدون ما يكون حافظ هذول، لانه حيجوا بالامتحان. عندك 13 و14 و15 ويمكن 16، ما وصلنا 16 لحد هلا. اوكي؟ A the responsibility A هي senior management internal control oversees، لا. The responsibility of overseeing the system internal control belongs to the board of directors rather than senior. هم اللي عم بيعملوا overseeing. انت بتنفذ، بتحط الديزاين وبتشتغل، وهم بيعملوا اوفرسي من خلال اكسترنال اوديتر، انترنال اوديتر اند الاوديت كوميتي طبعا بالتاكيد، من خلال هي تسيطر على الاثنين برضه. احنا طبعا اخترنا الجواب المناسب اللي هو سي. هلا بنقول ليش اي غلط؟ انه اي مسؤوليه البورد، وبي سينيور استابليشز بروبير ايثيكال فاليو. هذه شو establishes معناته؟ senior management، هي senior management rather than the board of directors is responsible for establishing proper ethical value. وانت تقرا يا اخي، اكتب على جنب ولخص هاي المعلومات، بتصير بلك
كامل من المعلومات بتعملها ريتريفنج اثناء الامتحان، وربنا يعطيك الصحه ان شاء الله تتذكرها بشكل مناسب. طيب ودي ايفالويت ادكوسي، ذا انترنال اوديتر، هي ذا انترنال اوديت فانكشن اللي هي اداره التدقيق الداخلي. Not operational management. شو دخل operational management؟ Is the responsible for evaluating the adequacy and effectiveness of internal control or control whatever. إذا الجواب عندنا اتفقنا إنها C. Which of the following statement is correct regarding information technology IT governance? IT هلا. IT information technology. تقنية المعلومات. حوكمة تقنية المعلومات. A primary goal of IT governance is to balance risk versus return over IT and its processes. إذن الهدف الرئيسي أو الرئيسي لل IT governance حوكمة البيانات is to balance risk versus return over IT and its processes. مقابل العائد من ال IT and its processes. خلنا نحط إيه على جنب. B. IT governance is an appropriate issue for organization at the level of the board of directors only. لا يا عم الـ IT مش على المستوى الـ level of the board of directors only، على كل شركة. إذن B غلط. الـ IT governance مش بس على البورد، البورد جزء منهم والباقي كله بده يشتغل عليه. Is an appropriate issue for organization at the level of the board of IT goals should be independent of strategic goals. لا يا عمي ما في فرق بين الـ IT goals والـ strategic، لازم ينسجمن مع بعض. Strategic مع الـ IT، لما بتحط strategic بتطلع على الـ IT، ولما بتحط الـ IT بتطلع على الـ strategic. ينسجموا مع بعض، consistency. إذا B غلط و C غلط. D. IT governance require that the control objectives for information and related technology COBIT framework be adopted and implemented. يعني بقول لما تحط الـ IT governance نظام الحوكمة، أو لما يكون في نظام حوكمة الـ IT، يتطلب إنه تشتغل على الكوبت. لا، الكوبت مش أساسي. الكوبت هذا نظام حطوه وعرفنا قصته، اللي هي control objectives over، هيها موجودة، control objectives for information and related technology framework be adopted and implemented. مش بالضرورة تكون adopted and implemented، مش بالضرورة. اوكي، اذا ما في جواب غير A. Primary goal of IT governance is to balance، لازم تعمل balance بين الريسك المخطر versus return. طبعا مش معقول انا اجيب يعني نظام اي تي مشان يخلصني من ريسك بكلفني 10,000 دولار، اجيب نظام اي تي 100,000 دولار. هاي الفكره، كوست بسموه كوست بنفيت برنسبل اوفر اي تي اند اتس بروسيسز. ريتيرن اوفر يعني العائد على استخدام الاي تي والبروسيسز تبعتها. نفس الفكره، انا جبت نظام اي تي بكلفني 10,000 دولار او بكلفني 100,000 دولار، لا يوفر علي شو ريسك، احتمال اخسر 10,000 دولار. طيب شو، كيف اجيب 100,000 مشان اخسر 10,000؟ احمي حالي من 10,000 يا عمي، بلا منهن وخلي لي 90 زياده هذول. اذا الجواب ايه، هي ايه نوضحها. According to COBIT IT governance has several focus area، بتركز على عدد من الاريا including resource management، إدارة المصادر. Resource management is the optimal investment، استثمار. In and the proper management of critical IT resources. Proper management، إدارة مناسبة لل critical IT resources، المصادر الحساسة بالنسبة لل IT. IT في database، IT في communication، IT في أجهزة، اي تي في غريق على غرق على الامور هاي، في حريق، في اختلاس، في هاكينج، في كذا، كل الامور هاي. To maintain an optimal investments in the IT resources، اذا اردنا ان نستثمر استثمارا مناسبا في الاي تي resources بكل انواع الاي تي، الهارد ديسك والسوفت وير والداتا بيس والابلكيشنز والكوميونيكيشنز والفاير وولز
والإنترنت والأوفر ذا كلاود وكذا، the return of the investments should be balanced against the associated risk of the investments. إذا العائد على هذه الاستثمارات لازم يتعادل مع ليش؟ مع المخاطر التي من أجل أن نتخلص منها، من هذه المخاطر مقابل هذه الاستثمارات. يعني زي ما قلت بدي أحط استثمارات بمئة ألف مشان أخلص من المخاطر بعشرة آلاف، هاي الفكرة. أجيب آي تي ريسورسز وكذا بمئة ألف مشان أخلص، كنت أنا يمكن بخاطر بخمسة آلاف عشرة آلاف، أحط ما بتنفع عشرة مئة ألف، بدك تحافظ على خمسمائة ألف أو أكثر. المهم إذا هذه الجواب ليش إنه طلع عندنا إيه صحيح. بي ليش بي غلط؟ IT governance should be applied to all levels of an organization, not just the board of directors. هاي الIT governance is an appropriate issue for organization at the level of the board of directors. لا all levels، هاي all levels of an organization بما فيه الـ COO والإدارات واللي تحت والfunctions والdivisions والقطاعات ومش عارف شو والبورد. C بقول هون IT goals should be independent of strategy goals. مستحيل، لازم يكونوا مع بعض. شوف IT goals should be aligned with، منسجم مع، متناغم مع. لما بقول لك روح وزن سيارتك شو بعمل؟ alignment مشان السيارة تكون ماشي صح. إذا and integrated with strategic goals of an organization through the process of strategic alignment. إذا لازم الاستراتيجيات مع الاي تي كله منسجم مع بعض، كله يخدم بعضه. الاي تي تخدم الاستراتيجية، شو استفدت أنا بدي أجيب اي تي ما تخدم الاستراتيجية، ما تحقق استراتيجياتي لمدة 10 و15 سنة. دي IT governance require that the control objectives for internal control, information and related technology framework would be adopted by and implemented. ما يقولنا عنها غلط. Also adopting and implementing COBIT for a purpose of IT may be useful but it is not required. مش ضروري انك لازم لما بدك تجيب IT تكون انت شغال على الكوبت، مش بالضرورة. اوكي هي ضرورة كويسة بس مش ضرورية. اذا الجواب عندنا ايه؟ ل 27. اوكي بنكون خلصنا الاسئله المالتيبل تشويسز، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.